ديالنا كجمعيه حسنونه، فحنا كنشتغلوا في الميدان عن قرب مع مستخدمي المخدرات في الاماكن اللي كيتواجدوا فيها، بتوعيه وتحسيس وتوزيع ادوات حقن نظيفه ومعقمه، وكذلك الدفاع عن حقوق المستخدمين المخدرات في كافه حقوقهم الصحيه القانونيه. وبالنسبه لشبكه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فهي مؤسسة من طرف مستخدمي المخدرات تشتغل على حملة المناصرة والمرافعة لمستخدمي المخدرات، كذلك من أجل ولوجهم إلى كافة حقوقهم الصحية والاجتماعية والقانونية. إضافة إلى ذلك، نحن نؤمن على أن لا شيء من أجلنا بدوننا، علينا حقوق ولدينا واجبات. نحن كمستخدمي المخدرات، نحن الذين نعلم شنو هو الشيء اللي كيخلينا على أن نحتاجوه، فما غيجيش شي حد مثلا يفرض علينا شي حاجة. حنا اللي كنصحاب القرار، وحنا اللي كناخذوا قراراتنا بدواتنا، وهذا إندل كيدل على أننا قائمين بدواتنا. بالنسبة لهذا اليوم العالمي لإساءة استعمال المخدرات والتجارة غير المشروع اللي كيصادف من كل سنة 26 يونيو، واللي بدات الحملات ديالو عالميا من 2013 وتحت الشعار ندعم ولا نعاقب، فعلا حنا كنا اليوم هنا في ماراثون، لكن هذا ماشي ماراثون عادي، هذا ماراثون مع أخ حقوق مستخدمي المخدرات، وكذلك إيصال الصوت ديالهم إلى المجتمع، إلى أصحاب القرار، إلى كل الفئات، لأن مستخدمي المخدرات كيتعتبروا من فئات الهشة، وكيبقى استخدام المخدرات هو اختيار الشخص، العلاج ديال المخدرات هو اختيار الشخص، ولهذا نحن ما علينا إلا أن ندعم بعضنا البعض ويدعمنا المجتمع حتى نصل إلى الأمام ونقدروا نقوموا بدواتنا ونكونوا حنا المسؤولين على رأسنا ونتحملوا المسؤولية ديالنا. نعم، بالنسبة للتشخيص ديال الجمعية، يعني واش كاين شي مؤشرات حول مستوى الإدمان يعني والأشكال ديال الإدمان يعني ومستوى التدخل في هاد الجمعية ديال المخدرات؟ الجمعية والتعاطي بشكل بكل أشكاله. نعم، الجمعية كتشتغل على الشق الوقاية الأولية من تعاطي المخدرات وسط صفوف الشباب داخل المراكز والمؤسسات، وكذلك الشباب اللي كيترقوا باب الجمعية، وهذه الوقاية الأولية وهي باش الشباب ما يمشيوش ويوصلوا لطريق الإدمان، وكذلك كتشتغل على تقليص المخاطر. علاش تقليص المخاطر؟ باش نحفظوا الناس من السيدة، التهابات الكبدية الوبائية، السل وجميع الأمراض المنقولة عبر تعاطي المخدرات. بالنسبة لمؤشر تعاطي المخدرات، فهو فعلا مؤشر خطير. علاش؟ لأن كاينة مخدرات اللي هي داخلة على بلدنا، مخدرات اللي كتجعل الشباب يتعاطى لها في الأول على أنها هي نشوة، لكن في النهاية كيدخلوا في واحد الطريق اللي خص تمد لهم يد المساعدة باش يخرجوا منه. كذلك بالنسبة لمستخدم المخدرات عبر الحقن اللي هي الهيروين والكوكايين، فكاين واحد المؤشر اللي هو ما عنديش الرقم ديالو، ولكن واحد المؤشر اللي هو كبير، خاصة حنا هنا كنترافعوا على أن جميع متعاطي المخدرات اللي وخاصة مادة الهيروين اللي هو العلاج ديال البديل الميثادون متوفر عند وزارة الصحة، لكن للأسف لائحة الانتظار ما زال واقفة لحد الآن، وهذا بحجة نقص في الموارد البشرية. مؤسسة محمد الخامس للتضامن في اسم صاحب الجلالة بنتنا مراكز، كاين مراكز ديال طب الإدمان، طنجة حاليا كتوفر على ثلاثة ديال المراكز طب الإدمان اللي هي مركز حسنونة، مركز بير الشفاء، مركز كسبراتة، ومركز بني مكادة اللي هو الرابع في الدور التدشين، لكن مستخدمي المخدرات باقي ما لحقش حقه في العلاج، وحنا كنطلبوا هنا على أن هذوك مستخدمي المخدرات يوصلوا حقهم في العلاج، خاصة المخدرات القابلة للحقن، إضافة على أن خصنا تغطية وحماية اجتماعية لجميع مستخدمي المخدرات، باش لأن وهذه ماشي كنفرضوها على المجتمع، لكن هو حق من حقوق الإنسان وخصو يتوفر لجميع الفئات وجميع على مستوى التدخل على المستوى الاجتماعي، الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك يعني التدخل خاص يشمل جميع المجالات ديال الاهتمامات والحاجيات ديال هاد الفئات هادي، سواء كما شفنا اليوم في المجال الرياضي، يمكن المجال الفني، المجال الثقافي، يعني اشكال الادماج اللي انتم كتعملوها مع هاد الفئات هادي باش تدمجوها داخل، سواء في المحيط ديالها السوسيو ثقافي الى اخره.
بالنسبه لهذه الفئه هذه بحال اللي قلت كاين حصص توعيه وتحسيس لهذا الشباب، فاش كيجيو المركز المراكز طب الادمان الوحدات الثابته كيكونوا حصص حول التنميه الذاتيه، حول الرسم، الموسيقى، يعني اي حاجه عند كيحتاجوها، اضافه على ان كاين برنامج الادماج المهني، وهذا برنامج الادماج المهني هو ناجح وهو الاول في تقليص المخاطر في المغرب، اللي كيخلي على ان الشباب مستخدمي المخدرات يندمجوا مهنيا. كاين الناس اللي كانت عندهم الصنعه ديالهم ولكن مع التعاطي نساو داك الصنعه كيرجعوا يستدركوها، او كاين الناس اللي عاد خصها. كذلك كاينه المشاريع المديره للدخل لبعض الاشخاص اللي كنسموها مشاريع المديره للدخل بالنسبه للاشخاص المتعاطين. خصني نشير حاجه وحده قبل ما طرح عليا السؤال، وهو على ان رزمه الخدمات اللي عندنا راهي غير كامله، خاصه ماده نالوكسون. ماده نالوكسون اللي هي جرعه الحياه بالنسبه لمستخدم المخدرات، نالوكسون هو واحد الماده اللي مضاده للجرعه الزائده، وهو كذلك متوفر في رفوف وزاره الصحه، لكن الى حدود الساعه باقي ما كيتعطاش في رزمه الخدمات الخاصه بمستخدمي المخدرات عكس الدول الاخرى، مع العلم ان احنا كمغرب احنا الرائدين في تقليص المخاطر. استاذ، واحد السؤال، حسب اللي قلت ان كاين واحد من المخدرات داخله للمغرب، وخصوصا واحد النوع ديال اللي كيسميوه خرداله، كيتعطاو بزاف دابا الشباب اللي كنلاحظوا، داك اللي كتوقع لهم واحد النوع ديال كما قالوا الجنون، واحد النوع ديال الغيظ، الهلوسه. هو يعني هذا واش داخل حتى هو داخل في اطار الجمعيه ديالكم؟ لان كنشوف بزاف الدراري دابا ولاو في الشوارع، يعني غاديين مقطعين حوايجهم، غابوا، ما بقاوش ما كيعرف لا عائلته ولا شي حاجه. بالفعل الاستاذ، على ان ماده الخردله او الحشيش اللي كتسمى خردله هي واحد الماده ماشي حشيش، لان الحشيش الحقيقيه هي ماده من العشبه الطبيعيه، لكن هذيك خردله كاينه اللي كتسمى باكستانا، كاين كل واحد شنو كيسميها. هذيك خردله هي دخيله وما كنعرفوش واش كتخلط، وكتادي بالهلوسه الاشخاص اللي كيتعاطوها. ما كاينش اي خردله استاذي، لكن كاين حتى الاكستازي، وكاين هرب لي السميه ديال البالونات، كاينين يعني هاد المخدرات هادو. الغاز غاز هي من ماده في الهيدروجين، واحد الماده ديال الهيدروجين كيعملوها في البالونات او النفاخات، وكتعطى اكثريه في العلب الليليه عند الشباب او السهرات الصاخبه. كاين حاجه اخرى اللي هي خطيره وما كنردولهاش البال، وهي ماده الشيشه او ادمان على الشيشه. بزاف ديال الناس كيجيبوا الله راه الشيشه شي حاجه راه هي زعما بريستيج او هادي، عكس على ان هذيك الشيشه فهي ماده مضره للصحه اكثر من التدخين ديال السجائر العاديه. نعم استاذ، غير باش نرجع للنقطه اللي سولتك عليها، انا كنشوفوا بزاف دابا الدراري ملي كيوقع لهم هذه الهلوسه ولا كيوقع لهم الجنون، يعني قليل اللي كيمشي للجمعيات، كاين اللي كيتوجه لك شي الادريه الحقيقيه ولا هذا ممسوس او شي حاجه، وكاين منهم اغلبيه الشباب دابا موجودين في المستشفيات ديال يعني مستشفى الامراض العقليه. فعلا هذا هو علاش قلنا على ان بزاف ديال الناس ما كتفرقش بين الادمان وبين الهلوسه، كذلك على ان الموارد البشريه اللي غتواكب هاد الناس في العلاج ما كايناش. فالوالدين الله يحسن العون، حنا كنعرفوا على ان الامهات والاباء كاين اللي ما قاريش، كاين اللي كيامن بهاد الخرافات هادو، كيديو ولادو بحال كنا شحال هادي كيديو مثلا بويا عمر الحمد لله اللي تم الاغلاق ديالو، كيديوهم باش كيقدروا يقلعوا على التعاطي ديالهم او على الادمان ديالهم. نعم استاذ، خصوصا اليوم هذا النشاط اللي حضرنا معكم فيه اللي هو نشاط يعني ماراثوني ديال الرياضه يعني الجري على الطريق، عطينا شي كلمه على بخصوص ديالو. فعلا هو حدث كبير، وراه ماشي اول مره كيكون في مدينه طنجه، لان ديجا هذه واحد السنتين قبل كوفيد 19 كنا عملنا ماراثون على الصعيد الاقليمي على الصعيد المحلي الطنجاوي، واللي كانت حتى هي واحد مشاركه كثيفه. هذا العام هذا عرف مشاركه على الصعيد الوطني اللي فيه مجموعه فيه جمعيات عفوا الموضوعاتيه اللي كتشتغل حول تقليص مخاطر الادمان والامراض المنقوله جنسيا او عبر الحقن، اللي هي جمعيه محاربة السيدة المغرب، جمعية تقليص المخاطر المغرب، وجمعية حسننا لمساندة متعاطي المخدرات. وهذا في حد ذاته راه ماشي ماراثون، ماشي سباق، هذا راه إشعاع باش الناس تعرف شكون هما مستخدمي المخدرات. وهذا إذا كان ماراثون سميناه ماراثون، هو ماراثون مع أصحاب القرار، مع صناع القرار، باش نقدروا نوصلوا الحقوق اللي كنحتاجوها من عند الدولة ديالنا. نعم، واش يمكن هاد الاستدامة ديال هاد المشروع هذا
والتطوير ديالو، يعني واش ممكن يشمل مثلا السباقين، يعني يكون هذه الفئات هذه بالاضافه الى فئات اخرى يعني محترفه او هواة يعني ولكن كيمارسوا ضمن الانديه او لا، من اجل يعطوا اشعه ابعد المدينه بصفه عامه على مستوى التنميه السياحيه الى اخره. فعلا هو حتى الماراثون ديال اليوم ما اقتصرش على الناس اللي كيتعاطوا غير المخدرات، وانما اقتصر على الرياضيين اللي هما سواء كانوا سابقين او باقين كيمارسوا الرياضه ديالهم، كذلك ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني جميع الفئات، اضافه على اننا حنا كنا فاتحين باب التسجيل للعموم، وجاو الناس اللي تسجلوا غير اليوم اللي كانوا كيمارسوا الرياضه ديالهم داخل الشاطئ المرقله، وجاو لعندنا هنايا وتسجلوا معنا وشاركوا معنا في الماراثون.